علينا التوكل منه دوما نطلب العون والتوفيق والنجاح والسداد. تحية صباحية، تحية رياضية عبر النقل المباشر والحي من قناة عمان الرياضية الناقلة لهذا الحدث الكبير والحدث الأفخم والأكبر من نوعه، حيث يأتي هذا المهرجان بالأوامر السامية وبالدعم السخي من مولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم رعاه الله. هذا المهرجان مهرجان الاتحاد العماني لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والذي ينطلق معي أول أيامه، ينطلق في أول المنافسة، حيث بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط الخاصة بالقعدان الحجايج. هنا المسافة 3 كيلومترات، هناك الرمز الخنجر المنتظر، بالإضافة إلى الكلوزر البيكب، من هو سعيد الحظ، من هو زعيم الانطلاق. الله الله الله، مباشرة إلى مقدمة الشوط، مباشرة إلى المركز الأول وإلى الصدارة. هذا صايب يتقدم، موسى بن علي بن محمد اليحافي من يقدم انطلاقة صايب، بينما المركز الثاني من المتدخل هناك الفارس لحمد بن شطيط بن سالم الوهيبي يقدم انطلاقة الفارس. المركز الثالث وصل ويتدخل هنا بوصول هرويل عبد الله بن سلطان بن سالم المهيمني، تدخل هناك الوصول على المركز الرابع. القدوم والانطلاق ايضا من مرموق لسعيد بن عبد الله بن سلطان المشايخي بدأ يتقدم. الوصول الاخر والانطلاق من مصدع علي بن هدو بن خدروش الهاشمي. هكذا النتيجة، هكذا النداء للخمسة الأسماء الأولى. شوط الرمز الخنجر، لمن؟ خنجر الذهب، بالإضافة إلى الكلوزر، بالإضافة إلى التاريخ، بالإضافة إلى الإنجاز بأول الأشواط للقعدان. ولكن اللي غير، اللي غير شاهين أحمد بن الشرقي بن الحرسوسي الوهيبي. من وين تشاهين انطلق إلى مقدمة الشوط، لينطلق بعروضه، لينطلق بإنجازاته، لينطلق أيضا ببطولاته في مقدمة الشوط. المركز الأول شاهين على الصدارة، يتقدم بن الشرقي، يتقدم بن الشرقي، أحمد بن الشرقي بن الحرسوسي الوهيبي ياخذ المركز الأول بانفراد على مقدمة الشوط. يا لها من شوط، يا لها من ذهب، الخنجر المنتظر، الخنجر المرتقب. شوف اللي قادم، هذا الشبابي عبد الله بن نافع البطحري، وصل، وصل البطحري، وصلوا هالي الجنوب، وصلوا هالي ايضا هناك ميدان زخر بولاية شليم. ولكن شوف، شوف وتابع بن الحرسوسي يتقدم بن الشرقي ليقدم هناك انطلاقة شاهين، احد الاسماء القوية، احد الاسماء الرنانة. الله الله الله، الرمز الخنجر الكلوزر البيكب، قب 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 قب. يا بن الحرسوسي روح، يا بن الشرق انطلق، بنهدي السلامات الى ولاية بركة، الى ميتان القريحة، العصا من ابطال، العصا امنة. شوط رمز، شوط رمز، شوط رمز يا اخواني، شوط رمز، ولكن لا يعرفه الا بن الحرسوسي بن الشرقي، يعرف الرمز جيدا. مع انطلاقة شاهين يتقدم شاهين، انطلق شاهين الى المركز الاول بانفراد، بانفراد عبر قناة عمان الرياضية المرصدة هذه الانطلاقة. الرمز معك يا بن الشرقي، بن الشرقي، حيوا بن الشرقي، حيوا، حيوا بن الشرقي، حيوا. سلام يا بركة، سلام، سلام يا قريحة، سلام، سلام يا بن حرسوسي، يا بن الشرقي، يا بن الشرقي، اشرقت وورت شمسك ونورك يا
بن الشرقي، سلام سلام احمد بن الشرقي بن الحرسوزي الوهيبي، سلام يا قريحة، سلام الرمز الخنجر الكلوزر يقادر معك يا بن الشرقي احمد بن الشرقي بن الحرسوزي الوهيبي. المركز الثاني من وصل ثانيا هناك سمحان لعبد الله بن سليمان بن ناصر الشيدي، والمركز الثالث كان حاضرا هناك بانطلاقة ايضا مرموق لسعيد بن عبد الله بن سلطان آل مشايخي. ما شاء الله ما هي انطلاقة، ولكن بن الشرقي يهدي السلامات الى ولاية بركة ميدان. قعود عالمي ما شاء الله تبارك الرحمن، شاهين لأحمد بن الشرقي اليحافي، وسلام قريح، سلام على هذا الأداء المتميز. بالشرقي قدم الشعار على ظهر شاهين بأقوى المنافسات بانفراد تام في الصدارة، 4:35 وأقل من و57 ثانية توقيت شاهين بالشرقي. تهانينا والناموس لبالشرقي والجميع مشجعين هذا الشعار. مثل ما تلاحظوا مشاهدين الكرام، انفراد تام في الصدارة. المركز الثاني سمحان كان مع الموعد وحقق الناموس في هذا المركز بتوقيت 4:44 وجزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس لعبد الله بن ناصر الرشيدي. في المركز الثالث كان مرموق لسعيد بن عبد الله المشايخي. تهانينا والناموس لكل مشجعين هذا الشعار. المركز الثالث 4:45 وتسعة أجزاء من الثاني، هذا الثالث يا مخرجنا. تهانينا والناموس لكل من تنومس في هذا الشوط. تهانينا لي بالشرقي اليحافي على الرمز وكذلك جائزة السيارة.